السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في جولة جديدة من جولاتنا في وطننا الحبيب. جولتنا هذا اليوم سنأخذكم إلى قرية تراثية في منطقة عسير، وتعد من أجمل القرى في المنطقة، وهي قرية آل خلف التراثية بني بشر قحطان. القرية تبعد عن مدينة أبها تقريبا 120 كيلو متر، وعن سرة عبيدة 17 كيلو متر، وتقع على ارتفاع يصل إلى 2000 متر فوق سطح البحر. تبلغ مساحتها حوالي 10 كيلومترات وفق ما قرأنا عن هذه القرية. الطريق جميل كما ترون، ويلفت انتباهك جمال التراث العمراني في المنطقة، وما يلفت انتباهك أكثر هو الاهتمام الجميل من أبناء هذه المنطقة بالمحافظة على تراثهم. فتلاحظ أن البيوت الأثرية أو لها اهتمام كبير للحفاظ عليها من عوامل التالية، حيث تشاهد البعض منها والكثير منها قد تم سقفها بالحديد لكي لا تتأثر بالأمطار فتتهدم. طبعا هذه خطوة جميلة وتحسب لأبناء هذه المنطقة. هذا الطريق سيقودنا بإذن الله إلى وسط القرية التراثية. لاحظوا هذا المنزل الذي على اليسار كيف تم الاعتناء به والاهتمام به. طبعا هيئة السياحة قد أعادت ترميم قرية آل خلف بني بشر، وقامت بإعادة بناء وإصلاح الكثير من المنازل التي تعرضت للتهدم نتيجة عوامل التارية. لاحظوا جمال هذا المبنى وهو جانب من القرية. هذه هي قرية الخلف الأثرية. لاحظوا جمال هذا المبنى وجمال الألوان. طبعا ذكر أن اسمها مشتق من اسم الجد الأول سكان الخلف، ولها أكثر من 5 قرون من الزمان، وهي ذات تاريخ عريق. طبعا هذا السوق الذي تلاحظون هذا أو سوق الجمعة، وهنا لوحة مكتوب عليها معلومات عن هذا السوق سأقرأ لكم. يعد سوق الجمعة القديم قرية الوطن بآل خلف بني بشر قحطان من أهم وأشهر وأكبر الأسواق في المنطقة، حيث كان يتوافد إليه المتسوقين من كافة المناطق المجاورة من سرعة وتهامة. ويحتوي السوق على 6 دكاكين ثابتة ومساحات عرض لبيع المنتجات والسلع. كان يجلب إلى هذا السوق السمن والعسل والبر والذرة والشعير والبلسن وكافة ما يتعلق بالمنتجات الزراعية والمواشي بأنواعها، إضافة إلى ذلك المصنوعات الجلدية والمظلات التقليدية مثل الطفش والملبوسات والمفروشات القديمة كاللحف وغيرها. وقد اندثر السوق عام 1400 هجرية. مع الأسف أن حال كثير من الأسواق القديمة اندثرت في المنطقة. تتميز القرية بقصورها العالية وأبراجها المرتفعة القديمة، وتخترق القرية ممرات وأزقة، وهناك من ذكر أن بها أنفاق تصميم فني نادر يهدف إلى توفير الحماية الأمنية لأهالي القرية أيام الحروب.
القرية لها خصوصيتها في البناء كما ترون، وتشاهد الدقة والإبداع في التنفيذ ومتانة المنازل للتغلب على الطبيعة والعوامل المحيطة بها وجميع المواد التي بنيت بها هذه المنازل من نفس طبيعة المكان ومن نفس البيئة. لاحظوا أن الأدوار السفلية أو الأساسات لهذه البيوت من الحجر، بينما بقية البناء من الطين. قرية آل خلف تراها السياحة والمختصين بأنها من الكنوز الأثرية، وقد اختيرت مؤخرا لتكون قرية أثرية من بين آلاف القرى في منطقة عسير كقرية نموذجية يجب المحافظة عليها وصيانتها. ما تحويه من آثار ومعالم باردة شاهدة على حضارة المكان وتحكي قصة كفاح الإنسان الذي عاش فيها. طبعا الزائر يشاهد جمالها و الهندسة الإبداعية لبناء هذه المباني والمنازل التي تتكون منها القرية، أيضا تشابكها وتعدد أدوارها. يقال هناك 17 منزلا متشابكة مع بعضها البعض وبسطح واحد. لاحظوا هذه المرات وهذه الأبواب الخشبية. لاحظ هذه المقبرة تتوسط القرية، رحم الله من مات. هذا أحد الأبراج، وهنا الأبراج تأتي على شكل مربع أو شكل دائري، وأغلب الذي شاهدته هنا على شكل مربع، وهي متعددة الأدوار وبها فتحات كما ترون، كانت تستخدم في حماية القرية وأيضا في تخزين الحبوب. هذه هي الحجارة التي ترونها توضع بشكل فني وهندسي لحماية الجدار من الأمطار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة وإلى اللقاء.